بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد. طبعا في هذه الجلسة نلتقي مع أربعة باحثين. الباحث الأول الدكتور جمال محمد برغوت، هو متخصص في مجال الآثار الفلسطينية وعضو هيئة التدريس في المؤسسة مؤسسة فلسطين لدراسة المنهج المشهد الحضاري. تفضل دكتور جمال، مدة زمنية ربع ساعة، تفضل. مساء الخير. طبعا بعد الغداء بكون واحد شوي مرتاح. اولا شكرا على الاستضافه من قبل جامعه الزيتون. في البدايه موضوعي هو متعلق بنسخه الرسوميه النبويه لخطاب الترجمه العربي. في محاوله للبحث عن هذا الموضوع حاولت ان أسس يعني تحقيق تاريخي كيف تطورت الأصولية النضوية في الخطاب التربوي، وحاولت أن أقسم الموضوع إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التي تبدأ من منذ ظهور الإسلام وحتى الاختراق الكولونيالي الحداثي الذي حصل في المنطقة تحديدا مع حملة نابليون سنة 1799. المرحلة الثانية تبدأ من تفكك وانهيار الدولة العثمانية وحتى منتصف أو الربع الأخير من القرن العشرين، وهي مرحلة ما تسمى مرحلة متداخلة ما بين الاستشراق والحداثة. والمرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد الحداثة. في طرح التحقيق حاولت أن أصل إلى سؤال أساسي كوني مختص في علم الآثار، لماذا هنالك في بعض الثقافات نقطة زمنية محددة تعتبر هي بداية التاريخ عند بعض الثقافات، وما قبل هذه النقطة لا تعتبر بداية التاريخ. وهذا السؤال هو مرتبط في كيفية التعامل مع الحضارة التي ظهرت ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. فإذا نظرنا بشكل مباشر، هناك ثنائية قائمة ما بين ما قبل الإسلام والإسلام في إطار ما يسمى التحقيق الثنائي ما بين المرحلتين، وعلاقة ذلك بالماضوية. حاولت أن أفهم كيف يمكن أن نؤسس لفهم الماضوية. لا يمكن فهم الماضوية بإطار خطاب بدون ربطه بإطار مكاني، أي يسمى knowledge of space، أو يسمى إنتاج المعرفة يجب أن يكون مترافق مع الفضاء. أين تنشط المعرفة؟ في أي فضاء تنشط المعرفة؟ وبالتالي هنا يعني بالتحديد كما تجي الأطروحة الأساسية لدي، أن خطاب الماضوي هو نشأ تحديدا مع ظهور الإسلام، حيث تم إجراء فصل إجرائي ما بين ما قبل الإسلام والإسلام من خلال تطور العلوم الدينية أولا، باعتبارها كانت هي العلوم الأولى التي نضجت في المرحلة الحضارة الإسلامية في المرحلة الإسلامية المبكرة، وبالتالي كانت المهمة الأساسية لدي هي معرفة كيف تطور هذا الخطاب. نحن نعرف أن التدوين التاريخي بدأ في القرن بمعنى آخر ظهر على هامش عمليات معقدة بدأت أساسا بتجميع القرآن ومن ثم الحديث، ونشأ عن كلاهما ما يمكن أن يسمى العلوم الدينية التي لها علاقة في إطار جمع القرآن وجمع الحديث، وبالتالي ظهر لدينا تقنيات محددة أدت في النهاية إلى بروز العلوم الدينية مثل علم الحديث وما شابهه. تحديدا العلوم التاريخية في الحضارة العربية الإسلامية
هي مرتبطة بنشوء العلوم الجينية. كون أنا مغلق، أنا أغلب الذين درس، الذين دوروا التاريخ هم رجال دين. إذا على سبيل المثال أخذنا الطبري الذي يعتبر هو محرك أساسي، محرك أساسي في فهم أو تدوين التاريخ الإسلامي، أو ما يسمى كونه انتقل من الخبرية، مفهوم الخبري التدوين التاريخي إلى المفهوم الحولي، أي أصبح التاريخ مرتبط بزمان محدد، زمان أو كليندر نسميه كليندر، حسب سبيل المثال ممكن أن نقول نقول بهذه اللحظة بالتحديد بدأ عملية التدوين التاريخي على أساس ارتباط التدوين يعني الخبر بالزمن تحديدا، وبالتالي انتقل من المرحلة الخبرية إلى المرحلة الحولية. هنا بالتحديد حاولت أن أفهم أين نشأ هذا، أين نشأ فضاء علوم التاريخ، فوجدت أن في هناك من المعروف أن المسجد شكل مكان لاجتماع ثلاث قضايا أساسية أو ثلاث خطابات أساسية: الخطاب الديني، الخطاب السياسي، والخطاب التعليمي. وبالتالي كان خاصة يعني إذا أخذنا على سبيل المثال تجربة النبي فيما لما هاجر إلى المدينة من مكة إلى المدينة وتأسيس المسجد، أصبح في هناك ثلاثية ما بين الدين والتعليم والسياسة في نفس المكان. بالطبيعي مع تطور الحضارة العربية الإسلامية وخروجها من الجزيرة العربية وسقوط وتوسع الدولة الإسلامية الناشئة في حدود العراق والشام، بدأ عملية اختلاف الفضاء. بمعنى آخر أصبح في هناك انفصال ما بين عملية انفصال المعرفة داخل المسجد، وبالتالي أصبحت المؤسسة السياسية هي قائمة في مكان خاص وهي تسمى دار الإمارة، وفيما بعد أصبح المسجد هو متخصص في مسائل العبادة وفي المسائل الدينية، أي مسألة التدريس. فيما بعد حصل تطور آخر وهو الانفصال المسجد وتحوله إلى مكان العبادة بشكل تقريبا كلي، ودخلنا فيما يسمى ونشوء المدرسة الأولى في الإسلام، وتحديدا من القرن أواخر القرن الثاني الهجري إلى أواخر القرن الثالث الهجري، إذا تظهر المدرسة. ولكن المدرسة الإسلامية ظهرت في إطار مرحلتين، مرحلة ارتبطت مع الخان ومرحلة ارتبطت مع المسجد. بمعنى آخر بدأ أولا في إطار المدرسة بدأت أولا في إطار الخان والمسجد، ومن ثم انتقلت إلى إطار آخر وهو إطار المسجد والمدرسة. هنا بالتحديد أنا أحاول أن أوضح قضية أساسية: ما علاقة ذلك بين قبل الإسلام والإسلام؟ التدوين التاريخي حسب ما أفهمه هو كان موجود في هذه الفضاءات الثلاثة: المسجد أولا، ثم الخان والمدرسة، ومن ثم المدرسة والمسجد. وبالتالي لم يتغير فضاء المعرفة، بقي مرتبط في إطار فضاء ديني. ومن هنا أنا أقول أن إذا حاولنا نفهم على سبيل المثال ما هو تاريخ العرب قبل الإسلام، لا يمكن نفهمه إلا في إطار النصوص التي جاءت ما بعد القرن الثاني الهجري. يعني إذا حاولنا نشوف أي نص تاريخي حول قضية الحضارات العربية التي كانت سابقة ما قبل الإسلام، لم نجد إلا النصوص العربية الإسلامية التي بدأت
تدوينها ما بعد القرن الثاني الهجري. وبالتالي لدي قناعة، لدي اختراع أن كل المعرفة هذه هي معرفة منطقة متحيزة، وبالتالي تمنع ضخها ما كان قائما قبل الإسلام، وبالتالي تشكل تاريخيا مقصودا. وكل ما نعرفه المصادر الإسلامية التي تطورت منذ الفترة العباسية حتى الفترة العثمانية حتى نجي التاريخ المعاصر. طبعا ما هذا يعني؟ هذا يعني شيء واحد، يعني أن بدأنا نلمس أن الثقافة المضوية هي عبارة عن حالة تعريف الآخر في إطار التهميش، يعني تهميش المجموع كل الحضارات التي سبقت الإسلام، واعتبار الإسلام هو بداية التعريف الأساسي الذي من خلاله بدأ عملية صناعة الحضارة. طبعا يعني هذه مسألة معقدة يعني يطول شرحها، ولكن سننتقل الآن إلى مرحلة اختلاف الكولونيالي الذي حصل مع حملة نابليون. الاتجاهات الأساسية في الغرب كانت تحاول أن تفسر قضية أساسية، وهي لماذا الرأسمالية المعاصرة تحديدا نشأت في أوروبا ولم تنشأ في مكان آخر؟ هذا السؤال المعقد أجاب عليه مجموعة من العلماء مثل ماكس فيبر مثل كارل ماركس، وحاولوا أن يقولوا في القضية الأساسية أن أوروبا تتمتع بخصوصيات محددة، دون هذه الخصوصيات أن هناك تراث يوناني روماني قديم أسس مفهوم المواطنة وأسس مفهوم القانون وأسس مفهوم الدولة الديمقراطية، وبالتالي هذا جزء من التراث الأوروبي. وفي نفس الوقت قدرة المدينة الأوروبية أن تتحول من مدينة ريعية إلى مدينة إنتاجية، وفي نفس الوقت التطور الذي حصل في الديانة المسيحية باعتبارها تمكنت من تجديد نفسها عبر إطار حاجة الإصلاح المعروفة. في هذا المفهوم تم الترويج للقضية الأساسية أن الرأسمالية هي مستحقة، عملية مستحقة تاريخيا في أوروبا وليست مستحقة في أي مكان في خارج أوروبا. في إطار هذه المسألة نشأ علم الاستشعار في المنطقة سواء كان في المشرق العربي أو المغرب العربي، وبالتالي بدأ عملية البحث عن جذور التطور الذي حصل في الاتصال ما بين الحضارات في القديم، على اعتبار أن الحضارة اليونانية الرومانية هي اتصلت في عهد الإسكندر وما بعد، أي من القرن الرابع قبل الميلاد حتى القرن السابع الميلادي، اتصلت مع الشرق ومنطقة الشرق ومنطقة المغرب العربي، وبالتالي تم الترويج لمسألة أساسية ثانية أن الحضارة اليونانية الرومانية وما تبعها هي المسؤولة عن تطور مجموعة من الأشياء من ضمنها التي هي الاشتباك المعرفي مع الديانة اليهودية القديمة والتي أدت إلى تجددها، ظهور الديانة المسيحية في منطقة الشرق ومرتبط بظهور الفلسفة اليونانية الرومانية، ظهور الإسلام كمحرك تاريخي في المنطقة وكمان هو جزء من هذا التراث القديم. كل هذه التعقيدات كانت موجودة في المرحلة التي نسميها الاختراق الحداثي الاستشراقي الكولونيالي، والذي استمر من عهد نابليون حتى أواخر السبعينات عندما جاء أبو سعيد وبدأ في عملية إطار ما يسمى تفكيك الاستشراق. اللي بحاول يعني أحكي فيه إنه الاتصال الآخر اللي حصل بشكل مهم هو أن حصل ما أسميه اشتباك معرفي مع بعد ظهور الكولونيالية الاستشراقية مع النخبة العاملة في مجال التاريخ، وتحديدا أنا أقول النخبة العاملة في مجال التاريخ هي تقليدية في العالم العربي والإسلامي، هي مرتبطة مع رجال الدين، وبالتالي مع تطور ومجيء ما يسمى التحديث في المنطقة العربية، من ضمن هذه المسائل الأساسية التي حصلت هو أن
سلطة الجرائد على التاريخ توقفت نسبياً مع إنشاء المدرسة الحديثة وإنشاء الجامعة الحديثة باعتبار أن التاريخ أصبح يدرس في الجامعات من قبل ناس متخصصين، وبالتالي أصبح في هناك إمكانية أن يدرس بمعزل عن نصوص دينية مقدسة بشكل واضح. الذي حصل في الجامعات أن في إطار هذا تمكنت مخبرة رجال الدين إعادة دورها مرة أخرى بعد في الربع الأخير من القرن العشرين، وذلك من خلال قضيتين أساسيتين. القضية الأولى أن انسحاب الدولة من التعليم فتح المجال لمجموعة من رجال الدين أن يعودوا المدرسة الحديثة، وهذه المرة عن طريق إنشاء مدارس خاصة، وبالتالي تم استعادة ما تم فصله في الماضي، الفصل بين رجال الدين والتاريخ. طبعا المفارقة يعني المذهلة المضحكة أن الاستشراق هو الذي جلب رجال الدين مرة أخرى إلى التاريخ، باعتبار أنه أصبح في هناك تحدي كثير تفسير الماضي. سوف أنتقل نسبيا إلى ما بعد الحداثة، مش معنى وصف كثير، لأن تحكي أن ما بعد الحداثة بغض النظر هي ثقافة قائمة على التعدد وقائمة على التنوع، ولكن في هناك مسألة أساسية، أن ما بعد الحداثة استطاعت أن تنقل الماضوية الأصولية تنقلها من فضاء المدرسة الحديثة أيضا إلى مدرسة الفضاء الافتراضي. فإذا على سبيل المثال شفت مثلا أي موقع إلكتروني يمكن أن تجد الأصولية الماضوية أوجدت نفسها اليوم في الواقع الافتراضي، وبالتالي نحن اليوم أمام أصولية موجودة في الواقع وموجودة في العالم الافتراضي. طبعا بدي أقدم بعض الحلول الأساسية لكن في تخرج من هذا المأزق. وجهة نظري أن التاريخ وما يسمى ميتا حكايات أو الناصر هي أن تبني نظرة شمولية لكيفية تطور الواقع من مرحلة إلى مرحلة. هذا النموذج في هذا السيناريو في عالم ما بعد حدث في التاريخ والعلوم الاجتماعية سقط، وبدأ أن يكون تحولاً إلى مسألة أساسية اللي هي نحو ما أسميه تاريخ تحت النخاع، ليس تاريخ النخاع. وبالتالي تاريخ ما تحت النخاع يحتوي على قصص صغيرة ممكن أن نبدأ التعرف عليها. مثلاً على سبيل المثال أقترح بعض الاقتراحات البسيطة، إنه كيف مثلاً 10 عبيد ما بين قبل الإسلام وبعد الإسلام باعتبارهم مجموعة مهمة في التاريخ، كيف عاشت الجوال باعتبارها مجموعة مهمة ما قبل الإسلام وبعد الإسلام، كيف عاش مثلا الرعاة. لأنه يجب أن ننقل التاريخ من النخب إلى تحت النخب، وباعتبار هذا هو جوهر بناء المعرفة التاريخية، وإلا إذا بقينا نتعامل في إطار ما يسمى بناء السلالات التاريخ الحكم السياسي والدبلوماسي بشكل، وبالتالي اعتقد ان المفتاح الاساسي هو التحول نحو القصص الصغيره. شكرا. نشكر الدكتور جمال على هذا العرض. طبعا سوف يعني اخذ مجرى اخر بيختلف عن الجلسات الاخرى في طرح الاسئله الان للدكتور جمال. مين عنده اي سؤال اي نقاش للدكتور جمال في موضوعه الاصول المناصريه الاصول الرضويه في الخطاب التربوي؟ مين عنده أي سؤال أي استفسار؟ طيب أوكي تفضلي. دكتور أنا معطوك تسجل. أسأل الباحث لماذا يعني أقبل الأهداف المعرفية للمدرسة التعليمية أو التربوية العربية في الحضارة العربية الإسلامية؟ هنالك مدرستان مرتبطتان، الأولى بالسياسة والثانية بالدين. أصل التعليم والفضاء المعرفي اللي تحدثت عنه المرتبط تاريخيا كون على أساس سياسة. يعني إحنا لا نتحدث عن المؤسسات الصغيرة التي لم يكن لها دور في الكتاب مثلا يعني كمهنة، وإنما نتحدث عن تصورات ثقافية باعتبار راح نجي إلى مرحلة العصر العباسي الذي كون النضج الفكري والتلاحم الثقافي والانفتاح الفكري الكبير، ولكن نأتي
الى اصل المستنصر بالله الذي انشا المدرسه المستنصريه حتى يضبط الجانب المعرفي وما يسمح للتيارات او الافكار اللي نسميها الهدامه في الاسلام، ما يسمح للحريه الفكريه التي سادت في عصر. سؤالك يا دكتوره، سؤال هو انه يعني لماذا الباحث اغفل جانب المدرسه اللي تاسست على يعني مفهوم سياسي وعلى اساس مفهوم ديني. اي سؤال اخر اخواني؟ اوكي تفضل دكتور جمال. أنا وجهة نظري أن في هناك منشأ تاريخي للمدرسة. في هناك منشأ تاريخي للمدرسة في العالم الإسلامي أو في المنطقة. وكما حدثنا المسجد هو كان الفضاء المعرفي والفضاء الديني والفضاء السياسي في آن واحد. وبالتالي عملية الانفصال التي جرت هي جرت بشكل متدرج. اهتمام الأساسي هو ليس في المدرسة، هو اهتمام الأساسي نعم تحديداً من الجوهر. اهتمام الأساسي هو سؤال الجوهر الأساسي، لماذا حضارات ما قبل الإسلام تم تهميشهم؟ وكيف تم تهميشهم في هذا الإطار؟ تم تهميشهم في الفترة الإسلامية وتم تهميشهم بشكل يعني واضح. وأنا حاولت في المقدمة أن أربط إنه النخبة الدينية هي نفس اللي لعبت دور النخبة التاريخية. لم تنفصل. يعني على سبيل المثال يعني إذا أخذت بعض المؤرخين مثلا على سبيل المثال هم كانوا متواصلين مع الـ مع 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 الحكم السياسي حتى أيام الفترة العباسية. يعني مثلا كان جزء منهم يعني قريب من السلطة والسلطة. وبالتالي يعني هل كانوا منفصلين عن السلطة؟ هل كانوا منفصلين؟ سابقا ما كان حتى بمفهوم الحديث مفهوم رجال الدين أو مفهوم العلماء الدينيين أو مفهوم العلماء المنفصلين في الدين. هذا بس بدي أعقب تشغيل واحد. يعني إذا أنت أخذت هسه على سبيل المثال أي نص تاريخي في الفترة الإسلامية، أخذتيه مثلا في القرن الثاني الهجري والقرن ال 15 قبل مثلا قبل المغرب المملوكية المتأخرة. تاريخ نصوص تاريخية سوف تجد شغلة واحدة أن بحكم الأبديت يسمونها أبديت المعلومات الأحداث التاريخية تجدين أن ما تم حصل الشغلة جزء مش كثير ناس لوحدين أنه صار في تآكل كمي كمية الرواية من قبل الإسلام ونوعي صار في تآكل كمي لها على اعتبار أنه كل ما صار أبديت كل ما صار تعمقت مسألة إيش تعمقت مسألة نفوذ الرواية ما بعد الإسلام على ما قبل الإسلام. وفي نفس الوقت تم تهميش هذه الرواية. هذا هو الأجرمنت تبعت الأرجيومنت تبعت التحليل. يعطيك العافية دكتور جمال، شكرا لك، يعطيك العافية. ننتقل إخواني إلى باحث آخر، الباحثة المدرسة الدكتورة إيمان الدبار من جامعة موصل، دكتوراه في تخصص التاريخ الحديث والمعاصر. لمدة 15 دقيقة دكتورة تفضلي. لا سيما ما يخص دور العلماء والتعارف في الحضارة.
وفي هذا العصر تشتد الحاجة لمعرفة المنهج السليم في الخطاب التربوي الذي يوجهه العلماء أو الدعاة بعد أن اختلطت فيه المفاهيم واضطربت فيه الأفكار وتضاربت فيه الآراء لكثير من الناس مع وقوع بعض الممارسات والتنظيمات الغير المقبولة ومع شيوع فكرة الاختلاف بين المسلمين لذا اقتضى التركيز على الأساليب المختلفة للخطاب التربوي وبيان النجوعة منها لا سيما التي تحقق نتائج إيجابية في التربية وإصلاح المجتمع. في هذه الدراسة وصلت الضوء على أهمية الخطاب التربوي للأستاذ غانم حمودة وهو أحد الدعاة المسلمين في العراق من حيث الجوانب التي ركز عليها سواء التي جاءت في سفر التعليم أو الخطاب الموجه للدعاة والشباب أو الخطاب الموجه للمرأة المسلمة ومحاولة صياغة خطاب لهم وتطبيق حياة جديدة ومسلمة ومنهاج تبحث عن بدائل أكبر قدرة لإخراج حالة الانكسار الذي أصابها بفقدان الدوم الحضاري وتسعى إلى بناء خطة بعيدة عن الحماس والتقدير وسوء التقدير أفق مهارات معرفية وتربوية وتعليمية. الدراسة تضمنت فقرات متعددة منها المدخل التاريخي عن الحديث عن الأوضاع العامة في العراق في مرحلة ما بعد الحداثة والتأثير السلبي التي أصابها من خلال دخول الحضارة الربيعي على المجتمع العراقي. أما الفقرات الأخرى فهي تتناول جوانب متعددة في سيرة نشاطات الأستاذ غانم حمودة منذ ولادته حتى وآخر وفاته أو جوانب أخرى تتعلق في مكونات خطابه التربوي من حيث الأسلوب أو الصفات الشخصية أو المنهاج الذي تميز به هذا الداعي. توصلت الباحثة إلى أهم ركائز يقوم عليه هذا الخطاب الذي امتاز به الأستاذ غانم حمودة منها مثلا على سبيل المثال امتلاك العلم في أنواعه ثلاثة منها موضوع الخطاب كيفية أدائه ومراعاة جمهور المستمع أو المستهدف من الخطاب. ثانيا امتلاكه الحكمة لتضبط الخطاب التربوي وتجعله متوازنا متقنا مسددا غير مضطربا ولا متطورا. ثالثا معرفته بالوسائل والأساليب في كيفية أدائه للخطاب التربوي وتناسبه مع المجتمع الذي يحكمه الضوابط الشرعية والمواكبة في الوقت ذاته لمتطلبات العصر الحديث. رابعا قدرته على الصبر على تبعات الخطاب التربوي وهي مهمة شاقة تحتاج إلى جهد كبير وصبر للتعامل مع المستمعين لا سيما الذي يخالف الخطاب أقواله. أما أهم النتائج التي استخلصت من هذا البحث فهي أولا أن عملية إخراج الأمة ونهوضها وبنائها الحضاري تتطلب الكثير من الإدراك والفهم والوقوف والمعرفة والإفادة من التجارب والقدرة على وضع البرامج المناسبة لواقع المجتمع. لذلك فقد رأى حمودات أن السبيل لنهضة الأمة يكون بالتربية والتعليم واكتساب المهارات المعرفية والخطاب والمحاضرات الجماهيرية بين شرائح اجتماعية مختلفة مهما طرح فيها من أدلة وبراهين لا يغني ذلك عن التربية الفردية التي وجدها في مجال التعليم لأن فيها تدريب على تنمية العقل والفكر وكان حريصا على إفادة طلابه علميا وثقافيا والبقاء في التدريس يوم بلوغ السن القانونية للتقاعد معدلا ذلك واجبا وفريضة شرعية وشهد له زملائه من الأساتذة بوصالته العلمية وجديته وحرصه الشديد على التدريس الأمر الذي مكنه من أن يخرج أجيالا معتزة بدينها وعقيدتها. ثانيا الأسلوب الذي تميز بتطبيقه خطاب الأستاذ غانم حمودة كان أسلوب سلس ومتجدد له أثر واقع في إقناع المخاطب ومنهجه الواضح في عرض الموضوع أثر مبالغ في أحداث التفاعل بينه وبين مستمعيه فينقل إليه الآراء الإسلامية بسهولة ويسر ثم يقنعه بها ثم يجذبه إلى الصف الإسلامي. تتمكن حمودة من هذا الأسلوب وممتلكه من صفاته الشخصية لذلك من النجاح في الإصلاح ثم البناء وقومنا بذلك نخبة اجتماعية واعية قادرة على النهوض بأمة واعية. أيضا من المميزات المستخلصة من هذا البحث يتسم منهج الأستاذ غانم حمودة خطاب التربوي الدعوي بالموازنة بين الأصول الشرعية الثابتة والواقع المتغير لذلك فصار خطابه معطيات الكتاب والسنة وتطورها حسب المتغيرات الاجتماعية كما تميز أيضا بدعوته إلى تربية العقل وفهم الواقع والزمان فهو أراد من خطابه التربوي
بناء إنسان أو صناعة إنسان فلسطيني، لأن هذا القول ضمن هدف محدد ومواصفات معينة يكون له القدرة على فهم الواقع والتفاعل مع ذلك الواقع المفروض علينا من جهات داخلية أو خارجية. كما أدرك هؤلاء أن الخطاب الضربي عندما يكون مجموعة من التوجيهات والتحذيرات والممنوعات التي تتغلب على مسامع الناس طوال ساعات اليوم لا تؤثر بقدر ما يؤثر الخطاب الملعون بالممارسة والعمل بانتظام، لا سيما وأن هدفه من الخطاب هو استعمار. وما تصل به الباحث في مجال البحث ما يلي: أولا، إقامة المزيد من الندوات والمؤتمرات التي تخص الخطاب التربوي لدعاة وعلماء العالم الإسلامي ودراسة سيرهم وأسلوبهم ومنهاجهم في الخطاب التربوي للوصول إلى المنهج الأمثل والفعال والمؤثر في الخطاب. ثانيا، الإفادة من منهج الدعاة والعلماء في الخطاب الذين لهم أثر بارز في التربية والإصلاح ووضع خطط استراتيجية تدفع المعلم والمدرس في إيصال المادة العلمية للطلبة، ثم قياس مدى استيعابهم فيما بعد الاستفادة من هذه الخطط. وأخيرا، نشكر مرة ثانية القائمين على تنظيم وإدارة هذا البحث العلمي، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في خدمة المسيرة العلمية في هذه البلاد الكريمة، ودمتم بخير والسلام عليكم. نشكر الدكتورة إيمان على هذا العرض. أفتح باب الأسئلة والمناقشة للدكتورة إيمان. أي سؤال؟ أي استفسار؟ أي سؤال؟ طيب، ما في أي سؤال؟ طيب، من باب إني كوني رئيس الجلسة، يعني أنا ممكن من أجيء البحث في بحث الدكتور جمال والدكتور إيمان شوي غموض فيه، فممكن تحكينا دكتورة إيمان منهجية الدراسة والأدوات المستخدمة، ومن هو الأستاذ غانم؟ عمودات. تفضلي. أولا، عنوان البحث هو دور علماء دور الإخوان المسلمين في العراق في خطاب التربوي في مرحلة ما بعد الحرب. الأستاذ عمودات هو أحد دعاة الإخوان المسلمين في العراق في مدينة الموصل. يعني نسميه شيخ قومي كبير؟ نعم. أوكي. توفي يعني قبل أشهر. شخص يعني كبير في السن. وله تجارب في التعليم، يعني قضى في سن التعليم أكثر من 50 سنة، يعني رغم بلوغ السن القانوني، لكن مع هذا استمر في التدريس، تعتبر ذلك فريضة شرعية، وكان يعاتب كل مدرس يخرج إلى التقاعد، يعني يعاتبه ويعاتبه، يعني اعتبر التعليم كأنها فرض، كأنها كالصلاة. أحد الطلبة سأله لماذا لم تتقاعد؟ فقال: هل الصلاة هي تقاعد؟ فاعتبر التدريس أيضا فريضة شرعية على كل مدرس، لأنه مهمة شاقة ومهمة لإصلاح الفرد والمجتمع في هذه الأمور. أما الوسائل التي اعتمد عليها الدراسة، فاعتمد كما هو معروف أنه حركة الإخوان هي حركة محظورة في العراق منذ بداية نشأتها ولحد يومنا هذا، والظرف الأمني كان لا يساعد على الاحتفاظ بالنشرات أو الوثائق التي تخص هذا الموضوع، فاعتمد على بعض الكتابات التي كان قد تركها الأستاذ حمدان، وعلى بعض الكلمات التي قد سجلت أثناء حياته، وأيضا على بعض المقابلات الشخصية مع بعض الباحثين أو الشخصيات أو طلبة الأستاذ حمدان، وأيضا على بعض الوثائق المدرسية التي موجودة حاليا في مدينة الموصل، ووثائق شخصية أيضا وجدتها في لدى بعض الأشخاص الذين تحدثوا بها. طيب، أغلبك أمر إسهاماته في مجال الخطاب التربوي وما بعد الحداثة؟ إسهاماته يعني كان كما ذكرنا أنه أحد الفعال، كان الإسهامات متعددة في موضوع الخطاب وال إيش براكتس عملي في أشياء يعني خرج فيها؟ لدي حضور كان في اجتماعات متكررة سواء مع الشباب أو حتى مع المرأة المسلمة أو حتى الدعاة، وأيضا خلال وجودهم في المدرسة في تدريس الطلبة، فمن خلال هذا الأمور يعني استطاعوا فعلا بناء جيل يعني كان له دور كبير في إصلاح هذه الأمة، خاصة أنه معظم طلبتي حاليا هم أساتذة الجامعة، بأنه عدة أو الشخصيات اللي تولوا رئاسة جامعة الموصل هم في الأساس كانوا طلبة الإصابة. طيب، في سؤال؟ تفضل دكتور. اوكي.
مايك. سؤال الدكتور إيمان في قضية ربط خطاب الدعوي وخاصة أنه جعلت نموذج الدكتورة الحمودات في قضية ما بعد احتلال العراق، هل يعتبر يعني فترة ما بعد الاحتلال كتشخيص واقع أنت عايشة في العراق تعتبري يختلف منهجيا وفكريا؟ هل غير الاحتلال يعني فكر وأخلاق وتدين المجتمع العراقي بحيث أصبح على عاتق الدعاة مهمة أقوى وأصعب، ولذلك يعني كانت هناك نقطة توجب أن تشخصيها أكثر مثلا؟ الشكر الجزيل باسمي وباسم زملائي الباحثين العراقيين على دعوتكم واستضافتكم لنا للمشاركه في مؤتمر خطاب التربوي ومرحله ما بعد الحدث بكليه الاداب جامعه الزيتونه، كما تقدم التهنئه والمباركه للمسيره العلميه والحضاريه لهذه الكليه ولجهودها وسعيها المتواصل في نشر العلم والمعرفه. بالنسبه الى بحثي الذي ساقدمه على حضرتكم والموصول الخطاب التربوي عند مالك ابن النبي في مرحله ما بعد الحدث، هذا البحث يسلط الضوء على واحد من المفكرين المسلمين الجزائريين الذين شغلوا أنفسهم بقضايا أمتهم العربية والإسلامية وسعوا إلى بلورة الحلول والاقتراحات الكفيلة بإخراج الأمة العربية والإسلامية من واقعها ودفعها إلى التفاعل مع معطيات العصر وتقدمه، فقد قدم لنا مشروعا فكريا متكاملا هو نهضة الأمة العربية والإسلامية للتغلب على مشكلات العالم العربي والإسلامي وكيفية السعي إلى نهضتها وإصلاحها وإخراجها من حالة الانحطاط والتخلف اللذان تعاني منهما. تناول البحث عدة فقرات، كان من أهم هذه الفقرات سياسة فرنسا الثقافية والتعليمية تجاه الجزائر فترة الاحتلال،
1830-1954. وقد أوضحنا من خلال هذه الفقرة أهم المرتكزات الاصطدام الثقافي ما بين فرنسا والجزائريين، وهي أهم هذه المرتكزات: أولاً اللغة العربية، اثنين التعليم، ثلاثة الهوية الإسلامية الجزائرية. والفقرة الثانية عن أهمية فكر ابن نبي في بناء المجتمعات الإسلامية، مسلطين الضوء على أهم عوامل انحطاط المجتمعات الإسلامية وعوامل نهضتها من منظور مالك ابن نبي. أما الفقرة الرابعة للبحث كانت عن دور مالك ابن نبي في تطور الخطاب التربوي وظهور الحركة الإسلامية، وهذا كان المحور المهم جدا في البحث وما يدور له علاقة في موضوع المحتوى، وهو تطور الخطاب التربوي وظهور الحركة الإسلامية في الجزائر ولا سيما داخل الحرم الجامعي. فبعد استقرار مالك ابن نبي وفي الجزائر عام 1963، أي بعد استقلال الجزائر، وتولى مناصب داخل حقل التربية والتعليم، وترك العمل وفي عام 1967 ترك العمل الوظيفي وتفرغ للعمل الفكري. ونقصد بالعمل الفكري هو عملية تأليف لعدة كتب كانت باللغة الفرنسية، ثم بدأ بعض زملائي بترجمتها إلى اللغة العربية. ومن خلال إقامة يعني ضغطا إلى تأليف الكتب، كان هنالك إقامة ندوات وحلقات دراسية، أكد من خلال هذه الحلقات الدراسية والندوات أكد على طلبته من خلال هذه الجهود العلمية على فكرة التغيير، وانتقد العلماء الإصلاحيين، ويقصد بهم العلماء الإصلاحيين جمعية العلماء الجزائريين، انتقدهم على الرغم من الجهود التي بذلوها لأنهم ابتعدوا عن تخطيط التغيير. فهو يطالب التغيير ليس فقط في الكتابات وإنما التغيير من الإسلام النظري إلى الإسلام العملي، ونقصد الإسلام العملي هو العمل. وهذا ما يعني بيناه من خلال بناء مسجد داخل الجامعة، وهذا المسجد كان النواة الأولى للحركة الإسلامية في الجزائر. انتقد ابن نبي جميع التيارات التغريبية الزاحفة على المجتمع الجزائري، محمل الحكومة مسؤولية استمرار الاستعمار ولا سيما الاستعمار الثقافي على المجتمع الجزائري، وعد الحكومة الآلة الاجتماعية التي تحافظ على الوسط الاجتماعي من تأثره من الاستعمار. وقد اختار ابن نبي الطلبة الجامعيين لأن لهم مكانة وتأثير في المجتمع، وفي أواخر الستينيات طرح فكرته على الطلبة الجامعيين لإنشاء المسجد الجامعة في جامعة الجزائر. وبعد أن حاول الطلبة إقناع المسؤولين اقترحوا بناء مسجد خارج الجامعة، إلا أن ابن نبي قال لهم: حجر في الجامعة خير لكم من قصر خارجها. لأن ابن نبي كان متبصرا لقضايا الجامعة وسيطرة العلمانية على أجواء الجامعة في ذلك الوقت. وتكريما لشخصية ابن نبي، قامت الحكومة بتحويل ندوات ابن نبي إلى منتقى للفكر الإسلامي، وعقد أول منتقى للفكر الإسلامي في 10 تموز/2 يناير/1969. وإن أهم ما توصلنا إليه من خلال هذا البحث: أولاً، الخطاب التربوي لمالك ابن نبي كان مبني على إخراج المجتمعات الإسلامية والعربية من مشكلاتها المختلفة ورفع التخلف الاجتماعي المتراكم طيلة القرن الماضي، ونقصد به فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، إذ لا يمكن تغيير المحيط الثقافي للإنسان ما لم يتغير أفكاره وطريقته في رؤية الأشياء وفهم المحيط الذي يعيش فيه. اثنين، يؤكد مالك ابن نبي من خلال خطابه التربوي على تطوير نظم المفاهيم في العالم الإسلامي وصناعة أفكار جديدة والتخلص من سلطة الأفكار الميتة التي تدمر نسيج المفاهيم لدى الإنسان وتنمية الثقافة القائمة على أساس إسلامي التي تحقق التوازن داخل الإنسان يؤدي دوره متكاملا لإصلاح الثقافة، يعني إصلاح الفرد والمجتمع. ثالثا، أفق منظور ابن نبي أن الأفكار الغربية الليبرالية أو الماركسية هي انعكاس لواقع معين، سواء كان هذا واقع حضاري أم أيديولوجي، وهذه الأفكار غير مجدية لواقعنا العربي الإسلامي، وليس ذلك خطأ هذه الأفكار بالنسبة للمجتمعات، ولكن لعدم اتساقها مع أبعاد الواقع العربي الإسلامي، إذ إن الثقافة عند مالك ابن نبي ليست مجرد علم يتعلمه الإنسان في مدارس أو من الكتب، بل هي جو من العادات والأذواق والمفاهيم والقيم التي تؤثر في تكوين الشخصية وتحديد دوافع الفرد وانفعالاته ووصلاته بالناس. وإن الثقافة هي نظرية للتغيير وإعادة البناء، لا بد من أن تصاغ صياغة تربوية تعتمد على العناصر الأخلاقية والجمالية والعملية والفنية، وبهذه العناصر يتم الثقافة بناؤها في المجتمع ويرتقي حينئذ إلى مستوى الحضارة. وختاما نشكر لكم حسن استماعكم، وتمنى لكم لهذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى، والعمل المتواصل لتوطيد علم المحبة والصداقة بين الجامعات ولا سيما الجامعات العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتورة فاتن، نفتح باب الأسئلة والمناقشة للدكتور فاتن. دكتورة فاتن، أي سؤال، أي استفسار؟ أوكي، أي سؤال؟ تفضل دكتور. ليسا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بداية أختي نان تكلمت عن نموذج حقيقة المهندس مالك النبي، لكن ما أريد سؤالي ما الدور الثقافي الذي قام في مالك النبي في بناء مجتمع متكامل كما ورد في البحث. يجد هنالك دور ثقافي كبير جدا من خلال هذه المؤلفة. اثنين، دوره في إقامة الندوات والحلقات الدراسية. هذه الندوات وهذه الحلقات الدراسية كانت النواة الأولى للطلبة الجامعيين لتأسيس الحركة الإسلامية في الجزائر، ولهم فيما بعد كونوا تيار الجزائر اللي أحد تيارات الجبهة الإسلامية للنقاط التي كانت لها دور كبير جدا سنة 1982 في ظهور التعدلية الحزبية في الجزائر وممارسة الديمقراطية في ذلك الوقت. اوكي تفضلي دكتوره. انا اسال الباحثه زميلتي الباحثه يعني اين الخطاب التربوي؟ مالك بن نبي. نعم يعني حقيقه يعني حضرتك مختصه بتاريخ الاسلام. نعم. احنا كتربويين يعني قطعنا عمر كبير في متابعه الفكر التربوي الحديث يعني من عصر النهضه بعد محمد علي من عصر النهضه العربيه. فمالك النبي يحسب على السياسيين التعبويين المناضلين الثقافيين الجانب الثقافي. فالخطاب التربوي يعني يفترض انه يضمن مثلا الفلسفه الاهداف الهدف المعلم رأي الطالب يعني توجهات تربويه تجير وتكون لصالح مالك النبي. مفترض التيارات المعاديه للاسلام العولمه وغير من التيارات فكان هناك دور كبير للدعاة والعلماء أكيد هو التعليم والإعلام بس إحنا لازم نبرز دور الدعاة والعلماء في عملية الخطاب التربوي وبرز مالك بن الطلبة الجامعية المثقفين لنا أين الخطاب التربوي؟ من خلال ندوات الحلقات الدراسية اللي كان يلقيها على الطلبة الجامعيين. طيب يجسد هذا في أفكار تذكر في البحث يعني مواقف ممارسات سياسات آراء نظريات إلى آخره. عن البحث إن شاء الله موجودة في الجامعة. تفضل دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بداية. أشكر الباحثة على تقديم من خلال نموذج مالك النبي. ما هو موجود ما هو مستشف من خلال البحث وهو أن الأستاذة الكريمة ذكرت ثلاث معايير أو ثلاث نقاط من خلال فكرة مالك النبي. المنطوق، لا منطوق، والمستحيل على التفكير. لأن كل هذه الأفكار الثلاث كل هذه المركبات الازدواجية هي واردة في فكر النبي لكن تحتاج إلى إضافة. عندما نتحدث إلى المنطوق، المنطوق هو ما ذكر من خلال مؤلفة مالك النبي سواء كان في مشكلة الثقافة أو مشكلة النهضة وغيرها. لا منطوق وهو ما يظهر من خلال فكر مالك النبي لكن يحتاج إلى استنطاقه من جديد. المستحيل على التفكير وهو الذي لم يقترب لأنه يمثل البعيد والقريب. يمثل القريب والبعيد. هذا ما لم يستدرج وما لم يستنطق من خلال مالك النبي انه يحتاج الى دراسه متانيه ومعمقه. سؤالي وهو ما هو علم المستقبليات؟ بمعنى كيف نستشف او كيف نستدرج مفهوم علم المستقبليات في فكر مالك النبي من خلال عالمين، عالم الافكار وعالم الاشياء. اشكر. ممكن اعيد السؤال بالصوت؟ السؤال في الأخير. مالك النبي ذكر مجموعة من العوالم. نعم. من خلال الخطاب التربوي. نعم. ومنها عالمين، عالم الأشياء وعالم الأفكار. نعم. كيف يوظف هذين العالمين من خلال الخطاب التربوي؟ عالم أولاً إنه هو عن طريق الكتب المؤلفات اللي ذكرها هو كتب سلسلة من المؤلفات كانت يعني هاي سلسلة المؤلفات دخلها ضمن سلسلة مشكلات الحضارة فهاي مشكلات سلسلة الحضارة كان أهمها عملية بناء نظرة الأمة العربية والإسلامية ومن خلال هذه السلسلة ومن خلال هاي الكتب توضح كانت واضحة وهي يعني مؤلفاته كثيرة جدا والدور الثاني عن طريق الندوات وعن طريق الحلقات الدراسية اللي كان بحث إنه الدور تحولت وكان دار عبارة عن
مركز للفكر يعني حولته الى مركز رسمي للدوله في عام 1969. فمن خلال داره اللي صار مركز للفكر الاسلامي كان يلقي هذه المحاورات اللي كانت واضحه من خلال مؤلفاته. اوكي، اي سؤال اخواني للدكتوره فاتن؟ طيب، اسئله من قبل الجلسه. انا عندي العديد من الاسئله. السؤال الاول للدكتوره فاتن، يعني اي بحث يا اخوان سواء كان يعني بحث نوعي او كمي يجب ان يكون هناك استنتاج للبحث، يعني مناقشه نتائج. فانا بدي تعطيني بعض الاستنتاجات للبحث او للورقه البحثيه المقدمه. السؤال الثاني، يعني افكار مالك بن نبي ماذا تختلف بين افكاره وافكار الفلسفه المثاليه اللي بيمثل افلاطون رائدها؟ وما هي ادوات البحث اللي تم الاعتماد عليها للخروج في النتائج والاستنتاجات؟ اوكي، تفضل. بالنسبه لسؤالك الاول، النتائج احنا ذكرناها بالملخص اللي هي اربع نقاط، اللي كانت النقطه الاولى مرتبطه بالمكي بن نبي، كان مبني على اخراج المجتمعات الاسلاميه، ليس النتائج، الاستنتاجات. اوكي، والله احنا بالنسبه لبحثنا التاريخي دائما هي النتائج هي استنتاجاتنا. نفس الشيء. اوكي، هي اللي تقصد بها المنهجية. اوكي، المنهجية. اوكي، طيب، الأدواتك في البحث؟ اللي هي أداة البحث يا إخوان، تحليل الوثائق. تحليل الوثائق. طيب، أفكارهم عن الفلسفة المثالية؟ والله هو مالك بن نبي يعني كان أهم نقطة عنده هو فكرة التغيير، وخصوصاً عندما انتقد العلماء الإصلاحيين اللي هم جميع العلماء المسلمين عملية التغيير الإسلام من الإسلام النظري إلى الإسلام العملي. هذا كانت أهم نظرية اعتمد عليها مالك بن نبي. اوكي، يعطيك العافيه، شكرا لك دكتوره فاتن. ننتقل مع الباحث. احنا الجلسه علميه يعني اذا سمحت. هذه السؤال وجهته للدكتوره فاتن. أوكي. عن مدى مطابقه افكار مالك بن نبي مع الفلسفه المثاليه. اوكي. اللي تفضلت فيه واتصلت هذه مع الافكار الارسطو، مع الافكار الواقعيه. مع افكار الواقع. الواقع هو اللي يتغير، الافكار هذا الواقع يبقى كما هو. اوكي. وحتى المثاليه الوسطيه او الحديثه او غيرها هذا صناعة مجتمع مفاهيم. يعني نظرية المثل وما نظرية المثل وغيرها من هذه الأمور بعد الترسيخ قيم المثالية. المثالية. نعم. أوكي. شكراً. مالك بن نبي لا يريد ترسيخ الواقع، وإنما يريد تغيير الواقع. هو دور التغيير. هو يبرز أراد أن يبرز أن يكون الطالب أو يكون المثقف أن يكون داعي. داعية أن يعمل، ليس فقط بالمؤلفات، وإنما لهذا هو من يعني عبر مرحلة من المؤلفات إلى قيام ندوات دراسية ومركز فكر إسلامي راد تغيير، ليس فقط بالكتابة مثل ما فعل جمعية العلماء المسلمين. أوكي، أوكي، شكراً. أي سؤال؟ أوكي، ننتقل إلى الباحث الرابع الدكتور والزميل هيثم يوسف أبو زيد، وهو دكتور في جامعة البلقاء التطبيقية. هو له العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات ومؤتمرات علمية، وله العديد من المؤلفات في مجال التربية الخاصة، ويقدم لنا ورقة بحثية بعنوان أثر الوسائط المتعددة على تحصيل طلبة ذوي صعوبات التعلم في مهارات الجمع في الرياضيات. تفضل يا دكتور هيثم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الرسل أجمعين، وبعد. إخواني، من القضايا المعاصرة التي يعالجها الفكر التربوي الحديث هو تعليم الأقليات، وهنا أعني بالأقليات أي فئات الطلبة المحدودة من المجتمع الدراسي الكامل الموجود في المدارس. ومن هذه الأقليات طبعا اللي هي فئة ذوي صعوبات التعلم. هذه الفئة إذا ما عدنا إلى ما قبل عام 1960 كان هذه الفئة يطلق عليها نعوتات وألقاب تصفها بأنهم هم من فئات التخلف العقلي، إلى أن حدث مؤتمر في أمريكا واجتمع أولياء الأمور
وبصوت واحد أن التعليم الآن العام في المدارس العامة أصبح لا يناسب أبنائهم، فلا بد من وجود تعليم خاص يهتم بهذه الفئة. فأطلق في عام 1962 مصطلح على هذه الفئة من الطلبة، هو مصطلح ذوي صعوبات التعلم، وأدرج تحت مظلة التربية الخاصة. ويعرف طبعا بدي أخذ الآن أحدث تعريف قبل ما نحكي على الحداثة، ويعرف جريج عام 2009 صعوبات التعلم على أنها اضطراب في واحدة وأكثر من العمليات النفسية الأساسية للتعلم مثل الانتباه والتذكر والإدراك. وتظهر هذه الصعوبات أو يظهر أثر هذه العمليات النفسية في مجال القراءة والكتاب اللي حكى عنه الدكتور عمر واللي حكى عنه الدكتور زياد في مجال الرياضيات. طبعا يستثنى يعني هذه الفئة يستثنى منها اللي هم ذوي الإعاقات الحسية، لأنه شيء طبيعي أنه أجد ذوي الإعاقة العقلية مصاحب لهم صعوبات في التعلم، ذوي الإعاقة السمعية مصاحب لهم. فإذا هؤلاء متوسط الذكاء لديهم متوسط عادي جدا، المتوسط العام، لكن يحتاجون إلى طرق تدريس خاصة. هذا تعريف ذوي صعوبات التعلم ومنهم. الآن الرابط ما بينه وبين الرياضيات اللي هو أخذته أنا موضوع بحثي، الرياضيات كلكم تعرفون علم مجرد. أيضاً هذا العلم هو يعتبر أم العلوم، وتطورت الرياضيات ونشأت مع وجود الإنسان على هذه الأرض. لكن إذا ما تم ربط هذا العلم المجرد بالمحسوسات بالذات لدى الأطفال في مراحل التعليم الأساسية الأولى استطاعوا أنهم يتعاملوا معه. لكن في عندنا دراسات بتقول يعني يشير جيري إلى أنه ما نسبته من 5 إلى 8% من مجموع الطلبة العام يعانون من صعوبات التعلم في الرياضيات. تتمثل هذه الصعوبات في الأرقام وفي العمليات الحسابية. الآن طبعا في بحثي أنا تناولت الدراسات والأدبيات اللي تناولت هذا الموضوع، وتعرضت لكثير من الدراسات اللي تناولته، فطلع معي عدة نتائج بعد الاستعراض لأهل الأدب التربوي أن ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات، احنا قلنا أن صعوبات التعلم تعريفها تحكي عن مهارات في القراءة، مهارات في الكتابة والتهجة، مهارات أيضا في الرياضيات. هذول فئة الرياضيات بشكل 25% أيضا من فئة ذوي صعوبات التعلم. إذا فئة كبيرة تحتاج إنه نعمل لهم دراسة. أيضا وجدوا بأنه أفضل استراتيجية للتدريس تدريس هذه الفئة هي استراتيجية الحواس المتعددة، أي أن يستخدم الطالب المتعلم أكثر من حاسة. لأنه يعني أنا إذا بدي أحكي لكم من خبرة العملية اللي هي دفعتني برضو لهذه الدراسة، كنت لما أروح أزور في الميدان غرف المصادر اللي بتلقوا فيها هؤلاء الطلبة التعليم، أجد إنه المعلم بشكي من إنه غرفة مش مكفية لأنه محدد على فيها 25 طالب، بينما اللي بتحول إلي من المعلمين اللغة العربية والرياضيات يفوق 50. لما أجي وأشتغل مع الطلبة هذول أجد إنه التشخيص غلط، لأنه لا يعني بأنه كل طالب حول معلم الرياضيات أو تدنى مستوى التحصيل في الرياضيات هو ذا صعوبة في الرياضيات. هو ممكن يكون السبب الرئيسي إنه المعلم نفسه ما عرف القناة التعليمية المناسبة لهذا الطالب. فأحيانا كثير يتم تشخيص هذه الفئة يعني حقيقة بأسلوب خاطئ، يعني نأخذ بس في غرف المصادر اللي هو نموذج لحاله، ولي الأمر
أو تدني علامته في الرياضية. فمن ضمن إذا حكينا إنه أفضل استراتيجية حقه إنه هذول بدنا نستخدم معهم الحواس المتعددة بحيث إنه يتناسب أو يستخدم أكثر من حاسة. إذا لابد إنه هاي الاستراتيجية تتناسب وقناته التعليمية اللي بتعلم من خلالها. من ضمن الوسائل التي تنطوي تحت مظلة هذه الاستراتيجية هي أسلوب الوسائط المتعددة. والوسائط المتعددة البعض بيقول لك شو بتفرق عن الحاسوب العادي؟ الحاسوب العادي هو بيقدم لنا النص، لكن أنا ما أعني بالوسائط المتعددة هو تقديم نص بأسلوب الحركة والصوت ومقاطع الفيديو، بحيث إنه الطفل بيقدر يتفاعل سمعيا بصريا لمسيا، وهي قنوات التعليم الأساسية بتعلم من خلالها. فإذا وجدت من خلال اطلاعي على هاي الأدب النظري والدراسات السابقة استخلصت فكرة هذا البحث اللي بعرضه أمام حضراتكم، واستخلصت مشكلة الدراسة وهي تتلخص بأنه يعني بناء على ما تقدم أن هذه الدراسة بناء برنامج تعليمي، يعني هدف هذه الدراسة بناء برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة ومعرفة ما أثر التدريس باستخدام الوسائط المتعددة على تحصيل الطلبة في مهارات الجمع الأساسي لذوي صعوبات التعلم. من خلال هذا السؤال تم اشتقاق الفرضية الإحصائية التالية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اكتساب ذوي صعوبات تعلم الطلبة الصف الرابع الأساسي مهارات الجمع الأساسية تعزى إلى الطريقة المستخدمة في التدريس. وهنا تم طبعا تقسيم عينة الدراسة، تم تدريس بأسلوبين: الأسلوب الأول اللي هو الوسائط المتعددة، والأسلوب الثاني اللي هو الطريقة الاعتيادية اللي اعتدوها المدرسين، والجنس أخذناه كمتغير أيضا، والتفاعل فيما بينهم. أهمية هذه الدراسة، قبل باستراحة الغداء كنت بحكي أنا والدكتور عمر وبعض الإخوان بأنه إحنا حقيقة إخواني، وهي برضو من خبرتي العملية في المدارس وبالذات مع هاي الفئة، معلمنا من أهله في التعليم الجامعي بتم تأهيله من الناحية المعرفية تأهيل جيد، لكن اللي هو بصير عنده لما بينزل للميدان إنه اللي تعلم مش قادر يوظفه في تعليم الطلبة. طبعا حكينا احنا انه ممكن تكون من الأسباب إنه عدم مطالعته، إنه ما بيطالع خلص بيلتف على خدم بدرس وبدرس. اثنين يعني حكيت أنا والدكتور أساسو التدريب أثناء الخدمة، يعني الآن هاي احنا حكينا بدراسة هاي النتيجة، طب بيقدروا بكرة إنه يوضح النتائج هاي ووظفوها وزارة التربية والتعليم ويعملوا تدريب أثناء الخدمة لها المعلمين بأنهم يعدوا حقائب تعليمية ووسائط متعددة للطلبة؟ ما احنا جربناها طلعت صح هاي الطريقة. فإذا وجدت إنه أهمية هذه الدراسة إنه إضافة إلى أنها بدنا نبني برنامج تعليمي بطريقة الوسائط المتعددة لمهارات الجمع وممكن تعميمه على باقي المهارات في الرياضيات، أيضا إني أقدم نموذج لمعلمي غرف المصادر وصعوبات التعلم يمكن أن يحتدوا حدوه. أيضا تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تلبي حاجات الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، إنه بحيث أنها بتوفر لهم أسلوب أو